عقدت منصة شباب العالم بالمنطقة الخضراء عددا من الجلسات وورش العمل ضمن فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، وناقشت الجلسة الأولى أهمية الوظائف الخضراء، حيث تم التطرق إلى ضرورة زيادة الوعي حول الوظائف الخضراء وتطبيقها بمختلف القطاعات والمجالات بجميع دول العالم. وأشارت فعاليات الجلسة إلى جهود مصر نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقديم العديد من الحوافز للقطاعات الصناعية المختلفة لدعمها وتشجيعها نحو التحول إلى الأخضر، وذلك بالإضافة إلى تقديم تدريبات تقنية على أيدي خبراء لزيادة وعي المواطن المصري.